السلام عليكم. الفيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن التعليقات اللي بتيجي على الفيديوهات، وانا حقيقه انا عارف انا مقصر جدا موضوع التعليقات ده كتير، بس انا اسف يعني هي وقت بيبقى ضيق جدا، وان شاء الله الفتره اللي جايه في ناس هتبقى متخصصه ان هي تراجع التعليقات دي وتوصلها لي، او في حاله ان يعني اللي هيراجعوا دول هيكونوا مهندسين ان شاء الله وهيحلوا معاكم معظم الاخطاء. بس يعني كأسف بسيط مني ان انا اعمل لكم فيديو زنطط كده، هنشوف تقريبا ان شاء الله التعليقات كلها ونرد عليها، ولو في اي حد عنده عطلة هحاول اوجهه للفيديو المناسب، او لو في حلول معينة ان شاء الله هنتناقش فيها مع بعض. نبتدي، ادي التعليقات كلها معانا. اسمعوا اي حاجة لو مكتوبة كده واحنا شغالين. تمام، في معانا في الاول محمد عبد الباقي، مش عارف ده اخونا حماد عبد الباقي او حد غيره، مش عارف الحساب بتاعه اسمه ايه. الله ينور عليك يا باشمهندس، الله ينور عليك يا ابو حميد. في اخونا مش عارف تي اتش اي ان ده، انا مش عارف تتنطق ايه، سام 10 10 او تهم 10 10، مش عارف يعني صراحه، لو كتب لنا اسم بالعربي عشان نعرف اخونا اسمه ايه. المهم كاتب لنا الف شكر يا باشمهندس، ما تنساش المكنه السكواير 161 واخواتها منتشر عند المواطن العادي استهلاك منزلي. عينيا عينيا عينيا، وان شاء الله الفتره اللي جايه هو ال 161 والمكنه الصغيره عموما الشغل اللي فيه ضعيف، وان شاء الله الفتره اللي جايه هنعمل 3 4 فيديوهات مكثفين كده عليهم، هنلم المكنه كلها بامر الله. في اخونا ريح السموم، يا ساتر يا رب، مش عارف اسمه ايه بس هو الاكونت اسمه ريح السموم، برجاء المساعده عندي ماكينه تصوير ريكو 171، عند التصوير او الطباعه بيظهر في اعلى الورقه من الظهر شريط حبر بعرض الورقه، يا ريت الحل. العيب ده بيظهر عندك في المكنه في الموديلات 171 وال 22، تمام. العيب ده اساسه ايه؟ ان الحبر اللي انت حاطه او الديفولبر اللي موجود في المكنه تعبان، بناء عليه بيسحب حبر كتير، بناء عليه بيوسخ الدرام. المكنه دي رول الحصيره فيها بيبقى في الباب اليمين، الرول ده بيتوسخ من الدرام، بتلاقي لما تيجي تصور اول ورقه او اول ورقتين او ثلاث او اول ثلاث ورقات بيطلع الخط ده موجود فيهم، وبعد كده لو في شغل متواصل يعني 50 ورقه 100 ورقه متواصل بيختفي مع بقيه الشغل. الموضوع ده مش هيتحل غير لو غيرت نوعيه الحبر وحطيت نوعيه حبر نظيفه وعملت تنشيط للديفولبر، او غيرت الديفولبر لو كان العيب الاساسي ان الديفولبر تعبان. في معانا اخونا كريم ابراهيم، ازاي اعمل توازن ما بين شحن الدرام 2001 وشحن الديفولبر 2201 وشعاع الليزر 2103 ونسبه ظهور الحبر 2209؟ انت مذاكر كويس جدا اخويا كريم. عمليه ان انا بعمل توازن دي ما بتبقاش حاجه اللي هي ايه حرفيه معينه، اللي هي رقم معين مع رقم معين في كل شحن، هي العمليه ان المفروض كل شحن بيبقى شغال على الرقم الستاندرد بتاعه طول ما الحاجه اللي موجوده معايا الدرام والديفولبر والحبر انواعهم كويسه، هو عمرهم الافتراضي لسه ما انتهاش. في حاله ان عمر الافتراضي بتاع الشيء بيبتدي ينتهي سواء الدرام او الديفولبر كشيء اساسي، ببتدي ان انا بلعب بالشحن ده، ان انا مثلا الديفولبر كل الدرام كل ما حالته تبتدي تستهلك كل ما هيبتدي يديني تسويت في الصوره. فببدا ان انا عشان ممكن اطول في عمره الافتراضي معايا شويه، ان انا بقلل من 2201 وبتعامل ان ال 2001 طبعا بسيبها ثابته زي ما هي، وبخلي الارضيه تختفي مني والصوره قدر الامكان تبقى واضحه، تمام. 2209 ده انا بتعامل معاه في حاله لما بلغي الحساس الاوتوماتيك بتاع المكنه، البرنامج بتاع 2208 يا صفر يا واحد، هو الوضع الطبيعي بتاعه صفر، صفر دي يعني المكنة شغالة عملية نزول الحبر من الإزازة للتانك بناء على اعتمادا على الحساس بتاع التانك، تمام؟ طيب لما المكنة توصل لمرحلة إن الحساس ده باظ، فأنا 2201 2208 دي خليتها واحد، معنى إن أنا خليت 2208 واحد إن أنا لغيت حالة الأوتوماتيك وشغال نسبة نزول الحبر يدوي أنا بإيدي. بناء عليه النسبة دي بتحكم فيها من برنامج 2209. الرقم الطبيعي بيبقى في 2209 بيبقى 60، الرقم ده كل ما زودته كل ما نسبه نزول الحبر قلت، يعني الرقم لو خليته من 60 100 نسبه نزول الحبر هتقل، تمام؟ خليته 170 هتقل اكتر، خليته 200 هتقل اكتر، خليته 300 هتقل اكتر.
في حين ان انا لو نزلت تحت خليته 50 40 30 نسبة نزول الحبر هتزيد. فالعلاقة ما بين الرقم ده ونسبة نزول الحبر علاقة عكسية. لما وضع المكنة بيبقى كويس والحبر بيبقى كويس والديفولبر كويس ولغيت الحساس، الرقم بيبقى بتاع 2209 من 170 ل 150. ممكن ابتدي اغير فيه لو نوعيه الحبر عندي مش كويسه او قويه زياده عن اللزوم، فبحتاج ان انا لو لقيت الصوره بتسود بسرعه فطبعا بعلي الرقم عشان نسبه نزول الحبر تقل. لو لقيت الصوره بترهت معايا بقلل الرقم، بس احاول ما اعديش ال 120 او ال 100، لان كده هتبقى نسبه الحبر اللي نازله زياده. وطالما وصلنا للمرحله دي ان احنا مخليين نسبه نزول الحبر كتير، يبقى في حاجه بايظه معايا، يا زول الحبر ما بينزلش حبر كويس، يا اما الديفولبر تعبان يا اما الحبر تعبان، فاحاول اشوف الحاجه الغلط واصلحها. انما عمليه ان هي تبقى وزن عامه ثابته، هي ما فيش الكلام ده، هي بتبقى مهاره انك انت بتبتدي تلعب في ارقام الشحن في الزياده وفي الناقص، وتبتدي مع كل تغييره بتشوف الصوره معاك ايه عشان خاطر تقدر توزن شحن كل حاجه ان الصوره تبقى كويسه. 2209 زي ما اتكلمنا ده بيتحكم في نسبه نزول الحبر في حاله انا لاغي الحساس، تمام؟ طبعا انا بتحكم فيها ازاي؟ اخلي الصوره كويسه دلوقتي، الصوره تقيله مثلا، لو اول مره هغير دلوقتي 2208 هخليه 1، هخلي الصوره كويسه وهكتب الرقم 2209170. اتابع شغل المكنه بعد كده، الورقه بتنحت على مدار الشغل هخلي الرقم ده يقل، الورقه بتسود على مدار الشغل هخلي الرقم ده يزيد، تمام؟ اخونا محمد رشدي، استأذنك في نصيحة عن نوعية حبر ألوان أو طريقة تعبئة لماكينة ريكو 2500 ألوان خالص تبويض. أخونا محمد متشكرين لذوقك. نوعيات الحبر اللي تستخدمها في المكنة الـ 2500 لو هي مش معدلة وشغالة على الألوان، يفضل الألوان اللي هي الخارج بتاعة المكنة، لأن الألوان اللي هي بتيجي القطع الغير عموما اللي بتجي لنا مصر دلوقتي يعني مزبلة جدا يعني. فهنحاول قدر الامكان الشغل بيبقى الحبر الخارج بيبقى جميل جدا، اللي هو بيبقى عند التجار وهم بيبقوا مطلعينه من المكان اللي جاي من بره، وبيبيعوا الجرام تقريبا، في ناس بتبيعه بجنيه ونص وفي ناس بتبيعه باتنين جنيه تقريبا، السعر بيتراوح يعني على حسب حبر موجود او مش موجود، تمام؟ بس هو الحبر الاستعمال خارج، ومش اي حبر استعمال خارج، اللي جاي من المانيا، اللي هو التاجر اللي شغال في المكان اللي بيجيبه من المانيا، لان الحبر الخارج بتاع فرنسا وبتاع ايطاليا أزبل من الحبر اللي عندنا، فممكن يعمل لك أذى ومشاكل في المكنة. في حالة إنك أنت المكنة معدلة وشغالة معاك أسود، الحبر الأسود اللي أنت بتستخدمه في المكنة الحبر الكاتون، تمام؟ حبر الكاتون ممتاز جدا مع المكنة دي في الأسود، بل بالعكس إن هو بيخلي الصورة بتاعت الأسود أتقل ما يمكن يعني، ومعدلاته جميلة جدا، بيوصل حوالي 17 18 ألف ورقة في اللي هو كيس النص كيلو. اخونا علاء جمال، شكرا باشمهندس رامي، شكرا باشمهندس بهاء، ده الفيديو بتاع اخونا بهاء. اخونا علاء جمال برضو، والله والله انت باشا، والله انا بدات احس ان انا بدات شبه توفيق عكاشة. معرفش اسمه ايه، اخونا ايه، خالد الامير عندنا بالمغرب اللصاق، ده شيء جميل. كان في اخونا من المغرب انا مش فاكر اسمه ايه بالظبط، كنت بشوف التعليق بتاعه كان بيسالني، كنت بتكلم على الامير ان الامير عندنا في مصر ده شيء ماده سائله بنلزق بيها الاشياء يعني، وجميله جدا ومتين جدا، فهو تقريبا ما كانش عارف ايه امير يعني، امير ده اللصاق، الله يبارك لك. اخونا ياسر عشري، جزاك الله خيرا على هذه المعلومات القيمه، واياكم اخويا امير، اخويا ياسر، انا اسف. اخونا علي بلوتو، سلام عليكم، في مشكله في مكنه كانون 2520، المكنه جديده، انا اسف من قبل اي حاجه، انا والله ما بشتغلش في الكانون، فتقريبا مش هعرف افيدك يعني قد كده، بس انا شايف اخونا ياسر عشري بدا يرد عليه، اخونا ياسر تقريبا مهندس، تمام يعني، ربنا يجازيكم كل خير يعني، اللي يلاقي عنده اجابه سؤال حد عارفه ومعلق في تعليق يا ريت لو يجاوبه كده، انت فاهم، لان هي في الاخر ان الناس بتبقى بتسال عن معلومه مش من شخص معين، ولو اي حد قدر يوصلها المعلومه يعني ربنا يجازيه كل خير. اخونا علاء جمال، عايزينك تعمل فيديو عن مشاكل السويتش الباب الامامي ماكينه ريكو 2045، عينينا الاثنين، عامل لك فيديو عنه، هو سهل جدا يعني، بس هي المشكله انك انت لازم تشيل السكانر والكفر اللي تحت السكانر عشان تقدر توصل، بس وحتى الموضوع مش صعب يعني، بس حاضر ان شاء الله هنزل اصور لك فيديو. استاذ علاء جمال، والله والله يا باشمهندس رامي، الله يبارك لك يا عمنا. اخونا علاء جمال، تحياتي لباشمهندس بهاء، اوصل له التحيه عناي. اخونا علاء جمال، اخونا علاء جمال، الله يبارك له.
تحياتي للبشمهندس اسلام. حاضر اخويا اسلام كان بيصورنا فعلا الفيديو اللي هو بتاع مسار الورق. اخويا علاء جمال تحياتي للبشمهندس بهاء باشا، الله يبارك لك. الدعم المعنوي ده جميل صراحة. عبد الوهاب محمد في مكنة 2550 برامج البروسيسور مش نشطة عندي، ازاي اشغلها؟ انا مش فاهمك اخويا عبد الوهاب، انا مش عارف يعني ايه برامج البروسيسور مش نشطة، يعني ايه المشكلة اللي عندك بالظبط اقول لك الدنيا. انما مفيش حاجة اسمها برامج البروسيسور مش نشطة دي، يعني ما سمعتش عنها قبل كده. اخونا مش عارف اسمه ايه صراحة، احنا ممكن عشان انا نفسي من زمان اعرفه، مش عارف هو باين معانا كده ولا لا. اسمه THAM1010، انا اسف لو مش عارف اقرا اسمك بس يعني انت فاهم. نراه بعدين. اخونا جمال جزاك الله كل خير واياكم. نشوفوا المزيد من التعليقات. كان في عطل كتير يا جماعه، انا كنت شايف عطل كتير. اخونا علاء جمال بيدعي لنا، ربنا يوسع عليك يا رب. قناه العملاق البصره، ممكن رقم هاتفك؟ حاضر ارد عليك. اخونا علاء جمال، والله انت باشا راجل محترم، والله انت الراجل المحترم قسما بالله. مش عارف اقول لك انت بتجيب التشكيل ده كله منين. ربنا يخليك اخونا علاء. 012 07 25 25 93 ده رقم تليفون 012.